اشترى رجل مخادع حماراً وملأ دبره بقطع من الذهب رغماً عنه، فأخذه إلى حيث تزدحم العامة في السوق، فنهق الحمار، فسقطت قطع الذهب من دبره. تجمع الناس حول المخادع والحمار، فقال لهم أنه في كل مرة ينهق فيها هذا الحمار يسقط المال من دبره. وبدون تفكير بدأت المفاوضات بين الناس حول بيع الحمار، وقام كبير التجار بشرائه بمبلغ كبير جداً، لكنه اكتشف بعد ساعات أنه وقع ضحية عملية احتيال غبية، فذهب مع أهل المدينة في الحال إلى بيت المخادع وطرق الباب، فقالت لهم زوجته إنه ليس هناك، لكنها سترسل الكلب وسيحضره على الفور. لقد أطلقت سراح الكلب الذي كان محبوسا وهرب بعيدا دون أن يفعل أي شيء، لكن زوجها عاد بعد فترة وجيزة وبرفقة كلب يشبه تماما الكلب الذي هرب. طبعا الناس نسوا سبب مجيئهم وتفاوضوا معه لشراء الكلب، واشتراه أحدهم مقابل مبلغ كبير. ثم عاد إلى المنزل وقال لزوجته بإطلاقه لإحضاره بعد ذلك، فطلقت الزوجة الكلب، لكنهم لم يروه بعد ذلك، وعلم التجار أنهم تعرضوا للنصب مرة أخرى، فذهبوا إلى منزل المخادع ودخلوا البيت رغما عنهم، فلم يجدوا إلا زوجته، فجلسوا في انتظاره، ولما جاء نظر إليهم ثم إلى زوجته وقال لها: لماذا لم تقومي أداء واجبات الضيافة لهؤلاء الكرماء؟ قالت الزوجة: هم ضيوفك أنت، لذا قم بواجبهم وحدك. فتظاهر الرجل بالغضب الشديد وأخرج سكينا مزيفا من جيبه من النوع الذي دخل فيه النصل في المقبض، وطعنها في صدرها، حيث كان هناك بالون مليء بالصبغة الحمراء، فتظاهرت الزوجة بالموت، فاندهش الرجال على هذا التهور الذي قام به، فقال لهم: لا تقلقوا، لقد فعلتها أكثر من مرة ويمكنني إعادتها إلى الحياة مرة أخرى. وعلى الفور أخرج الناية من جيبه وبدأ العزف، لذلك نهضت الزوجة على الفور أكثر حيوية ونشاطا، وشرعت في صنع القهوة للرجال المدهشين. نسى الرجال سبب ومجيئهم وبدأوا يتفاوضون مع المخادع على الناي، حتى اشترها أحدهم منه بمبلغ كبير جدا. ورجع التاجر الذي اشترى الناية إلى بيته وطعن زوجته وبدأ يعزف عليها لساعات، فلم تستيقظ. في الصباح سأله التجار عما حدث معه وخاف أن يخبرهم أنه قتل زوجته، فادعى أن المزمار يعمل وأنه قادر على إحياء زوجته، فاقترضه التجار منه وقتل كل منهم امرأته. وبعد أن طفح الكيل مع التجار ذهبوا إلى منزل المخادع ووضعوه في كيس وأخذوه حتى يلقوا به في البحر، وماشوا معه حتى تعبوا فجلسوا للراحة وأخذ قيلولة. فبدأ المخادع بالصراخ من داخل الكيس، فجاء سأله أحد الرعاة الأغنام عن سبب وجوده داخل الكيس وهؤلاء النائمين، فأخبره أنهم يريدون تزويجه من ابنة كبير التجار في الإمارة، لكنه يريد ابنة عمه ولا يريد ابنة الرجل الغني. وكالعادة بالطبع أقنع صديقنا الراعي بأن يأخذ مكانه في الحقيبة على أمل الزواج من ابنة كبير التجار، فدخل مكانه بينما أخذ المخادع خرافه وغنمه وعاد إلى مدينته. وعندما استيقظ التجار ذهبوا وألقوا الكيس في البحر وعادوا إلى المدينة مرتاحين منه، لكنهم وجدوا أمامهم المخادع وعنده 300 رأس من الغنم. سألوه: كيف عدت ومن أين لك هذا؟ فقال لهم: إنهم عندما ألقوا به في البحر خرجت حورية وانقذته، وأعطوه ذهبا وغنما وأوصلته إلى الشاطئ، وأخبرته لو أنهم ألقوا به بعيدا عن الشاطئ فإن أختها الأكثر ثراء كانت ستنقذه، والتي كانت ستنقذه وتعطيه آلاف رؤوس من الأغنام، وهي تفعل هذا مع الجميع. كان المخادع يتحدث إليهم وكان أهل المدينة يستمعون، فذهب الجميع إلى البحر وألقوا بأنفسهم في البحر، وأصبحت المدينة بأكملها ملكا للمخادع. لا تخرج دون أن تضع بصمتك هنا بالصلاة على الحبيب محمد، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10.